مشاهدينا متابعينا الكرام، انطلاقاتنا تستمر والتحديات على أرضية ميدان المرموم تحفة ميادين السباقات ضمن انطلاقات مهرجان سمو ولي عهد دبي في انطلاقات يجني أصحاب السمو والشيوخ على أرضية هذا الميدان في صباح هذا اليوم مع الثنايا. وفي هذه اللحظة ينطلق شوطنا الثالث عشر بمجموع الأشواط الذي خصص للقعدان. الثنايا أتقدم مباشرة بعد انطلاقة هذه الأسماء، مباشرة نتقدم مع المراكز الأولى وشاهين على المركز الأول من هجن رياسة سهيل بن أحمد بن دري الفلاحي، من يتابع في عملية التضمير والتدريب. معوض القادم على المركز الثاني لهجنة الشحانية جار الله بن محمد بن عقيل في المتابعة، وشاهين على المركز الثالث من هجنة رياسة مع المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، والمركز الرابع صغان لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهد آل مكتوم مسري بن سالم بالعرطي الحميري في المتابعة، وجن الشحانية قادمة مقدمة لوشيل من هجنة الشحانية يتابع فرام بن محمد بن حمد بن قريع المري في عملية التضمير والتدريب، متابعا لانطلاقة لوشيل النقلة للمركز السادس. شاهين القادم من هجن العاصفة بمتابعة وتضمير غياث الهلالي النقلة للمركز السابع. نتابع القادم شاهين من هجن رياسة محمد بن عتيج بن زيتون المهيري في المتابعة، المركز الثامن يتقدم متعب بشعار مياس من هجن سيح السلم عنيد المضمرين سعيد بن سالم لينيبي في عملية التضمير والتدريب، والمركز التاسع يتقدم شاهين من هجن رياسة مع المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، والعاشر يأتي ويتقدم في هذا الانطلاق زيزوم لسمو الشيخ خزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان عامر بن محمد بن عبيد بو عقر المزروعي في عملية التضمير والتدريب. هكذا هي النتيجة، النداء الأول لهذه الأسماء المنطلقة في هذه اللحظات، لحظات الترقب دائما من كل المتابعين على قنوات دبي ريسينج وقناة ياس والقنوات المصاحبة لنقل هذه الأحداث في انطلاقات مهرجان سمو ولي عهد دبي، عودة إلى الصدارة والمقدمة، عودة إلى التغيير الذي طرى وجرى في هذه اللحظات من لوشيل. لوشيل اللي غير، لوشيل اللي تقدم في هذه اللحظات، ينطلق بهذا الشعار العنابي على المركز الأول، شعار هجنة شحانية على الصدارة والمقدمة، يتابع في عملية التضمير والتدريب فاران بن محمد بن حمد بن قريع المري، من قدم أسماء متميزة في هذا المهرجان، يواصل إبداعاته، يتقدم مع هذا الاسم العملاق لوشيل مع هذا الشعار، شعار هجنة الشحانية، الشعار العنابي اللي له قاعدة جماهيرية دائما تتابع وتراقب انطلاقات هذا الشعار
في كل الميادين على أراضي ميادين الخليج. المركز الثاني القادم معوض القادم كذلك الشعار العنابي ولكن بطريقة المضمر جار الله بن محمد بن عقيل المري القادم لبرنس وبن دري بن دري يأتي هنا ويطل مع شاهين من هدنا رياسه سيل بن احمد بن دري الفلاحي في عمليه التضمير والتدريب من بن دري القادم في المركز الرابع عندما وصلنا لاربعه كيلومترات منتصف مسار هذا الشوط يتقدم متعب في هذه اللحظات من هجن سيح السلم ينطلق مع عنيد المضمرين سعيد بن سالم لينيبي بو احمد في عملية التضمير والتدريب قادم يتقدم مع متعب على المركز الرابع والمركز الخامس شاهين القادم شاهين القادم من هجن العاصفة بمتابعته غياث الهلالي النقلة للمركز السادس المجموعة الثانية بقيادة شاهين القادم من مؤسسة هجن رياسة بمتابعة محمد بن عتيج بن زيتون المهيري والمركز السابع المركز السابع زيزوم القادم لسمو الشيخ خزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان عامر بن محمد بن عبيد بو عقر المزروعي في المتابعة ووصل في هذه اللحظات شاهين من السياج الخارجي يتواجد من هجن رياسة مع محمد بن عتيج بن زيتون المهيري والعاصفة تدفع بالاسم الثالث في هذه اللحظات بشاهين غياث الهلالي في المتابعة والمركز العاشر صوغان القادم صوغان لاسمه شيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مشري بن سالم بالعرط الحمير يتقدم بو حمد بخبرة السنين قادم في هذه اللحظات ويتابع صوغان هكذا هي النتيجة لهذه الأسماء لهذه الشعارات لهذه المؤسسات العملاقة شوطنا ما قبل خاتمة أشواط هذا الصباح يحمل هذه الأسماء يحمل هذه الشعارات والأسماء القادمة والمؤسسات العملاقة أكثر من 15 اسم في موقع واحد يدل على قوة مسار هذا الشوط نتابع نراقب هذه اللحظة ما شاء الله مع هذه الأسماء وشاهين شاهين ولوسيل وزيزوم في معركة ثلاثية لكن لوسيل لوسيل اللي غير لوسيل اللي تقدم على المركز الأول من هجنة الشحانية يتقدم مع هذا الشعار مع جماهيره يتقدم لوسيل ركز يا من تتابع لوسيل فران بن محمد بن حمد بن قريع المري من يقدم ومن يتابع لوسيل على المركز الأول زيزوم القادم من هجن سمو الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان هجن التراث قادمة في هذا التراث مع انطلاقة هذه الأصايل عامر بن محمد بن عبيد وعقر المزروعي وبن دري قادم بن دري يطل في هذه اللحظات ويتقدم مع شاهين من هجن رياسة سيل بن أحمد بن دري الفلاحي القادم في هذه اللحظات ومعوض القادم من هجن الشحانية جار الله بن محمد بن عقيل المري القادم البرنس في عالم الأصايل
البرنس في عالم الانطلاقات يتقدم مع معوض والمجازف قادم بن زيتون قادم محمد بن عتيج بن زيتون المهيلي بوسعيد يقدم شاهين وشاهين على المركز الخامس والمركز السادس. شوف تابع الأسماء وصل شاهين من هدنة رياسة حارب بن مغير العميمي بسلطان يتابعه ومتعب القادم متعب القادم من هدنة حسلم مع سعيد بن سالم الينيبي عنيد المضمرين. لكن أعود إلى الصدارة والعود أحمد دائما إلى المركز الأول وصلنا إلى الكيلومتر الأخير يا لوسيل يا لوسيل على المركز الأول لوسيل على الصدارة لقاعدة جماهيرية تتابع في هذه اللحظات يا بن قريع من تتابع هذه الانطلاقات بن دري بن دري سيل بن دري يقدم شاهين وصل البرنس وصل البرنس مع معوض القادم من هدن من هدن الشحانية قادم وشاهين ياهو هجوم ياهو هجوم قادم من رياسة من شواهين رياسة القادمة في هذه اللحظات والعاصفة قادمة مع شاهين. يا سلام يا سلام على هذه الانطلاقات على هذه التحديات في مهرجان في مهرجان سمو ولي عهد دبي روح المجازف روح المجازف مع الاربعمائة متر الأخيرة البرنس قادم من هجن الشحانية يقدم يقدم معوض القادم في هذه اللحظات معوض وشاهين المجازف والبرنس اللحظات الأخيرة الأمتار الأخيرة إلى البرنس إلى الشحانية سلام إلى الشعار العنابي تهانينا والناموس لجار الله بن محمد بن طالب بن عقيل المري على فوز على فوز معوض والنقطة الثالثة على ماض الهجنة الشحانية. المركز الثاني شاهين لهجنة رياسة الثالث لوسيل لهجنة الشحانية الرابع شاهين لهجنة رياسة شاهين على المركز الخامس لهجنة رياسة. هكذا هي النتيجة النقطة الثانية مع البرنس ومع هجنة الشحانية يسجلها في هذا الصباح تهانينا والناموس لهجنة الشحانية وجماهير الشعار العنابي. ها هو معوض والتوقيت نتابعه في هذه اللحظات في الثمانية كيلومترات قطع التوقيت المسجل نتابعه مع الإعادة 12 دقيقة 42 وجزئين من الثانية وتوقيت معوض من هجنة الشحانية. تهانينا والناموس للبرنس جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل المري المركز الثاني 12 دقيقة 43 ثلاث أجزاء من الثانية شاهين من هجنة رياسة. شكرا المجازفة تهانينا وناموس لمحمد بن عتيج بن زيتون المهيري. المركز الثالث وصل لوسيل 12 دقيقة 44 سبع أجزاء من الثانية من هجنة الشحانية تهانينا وناموس المضمر المتابع لانطلاقة لوسيل فراب بن محمد بن حمد بن قريع المري تهانينا والناموس للجميع. مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل ها هي انطلاقة جديدة من انطلاقات التحدي من انطلاقات الإثارة انطلاقة شوطنا هنا المنطلق هو الشوط هنا الرابع عشر والأخير في مجموعة الأشواط.